التوأم الرقمي مشروع مارك زوكربيرغ الجديد. تخيل لو بإمكانك أن تتواجد بأكثر من مكان في وقت واحد، نفس الشخص ولكن في مكانين مختلفين، أحدهما يجلس مع العائلة أو الأصدقاء بينما الآخر يؤدي عمله بكل اجتهاد. هذا ليس مجرد حلم للمستقبل، ولكنه واقع اقترب العالم من تحقيقه في القريب العاجل. مؤخراً أعلن مالك شركة ميتا مارك زوكربيرغ عن البدء في مشروع التوائم الرقمية. يقدم المشروع طريقة جديدة لتفاعل الأشخاص والمبدعين مع مجتمعاتهم عبر إنشاء نسخ رقمية منهم، ويمكن للنسخة الافتراضية منك الرد على الرسائل والدردشة مع أصدقائك ومتابعيك. يهدف زوكربيرغ مستقبلاً لاستخدام هذه التوائم لجمع المحتوى الخاص بالمستخدمين بسرعة وزيادة التفاعل عبر منصات ميتا المختلفة. ويمكن لكل شركة أن تحصل على بديل رقمي لكل موظف، مما يزيد الإنتاجية. مشروع ميتا الجديد سيفتح آفاقاً جديدة في عالم التكنولوجيا واستغلال الذكاء الاصطناعي. فهل ستنجح خطة مارك للعالم الافتراضي؟ We'll be right back.